هذه العرس تشبع، ان شاء الله يكثرون العرس، ان شاء الله يكثرون العرس. ايوه 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 تكتف ميو، وهذا تكتف، وهذا تدرس. علي هنا علي هنا كريمو يا ودي مشيخ ومن لك وقت شي يروح علينا ميو تعرف انا مريقلين الحاله وقاع اي نعم يا شيخ كيش وقع تحت كريدي دور في وشك منها خسر عليك هذا ولا شي ضروري كيف تخاف تعكتف تعكتف ميو زوجونا ميوير على لفاس وسالي ما ريت عني يا ميو يا ميو وزوجونا ميوير يا ميو يا ميو سالي ما ريت عني يا ميو سالي ما ريت عني يا ميو أكمل وقتك أنا تعكتف ميو أنا تعكتف تلقاو بعد ان شاء الله ساعه او بابا الو سليبا اسمع سليبا كورتاج عرس عقب علينا انا وياك ان شاء الله اسمعك عارف واش قالوا لي صحابي قالوا لي زعما غنوي برك كلشي علينا العرس علينا الكورتاج علينا اسمعي واش رايك نجيبو طوموبيل ديكابوطابل هكا باش نخرج انا وياك بالطوا ونديرو نتراوشو هكا وكاع يشوفونا ويشوفو ها واش بيك سيري ماك مرات ربعك تقول لي طابله يا اخي قلت لك طابله بروفيزوار ايه ها الو الو طابله 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 ايه كلشي ما درتو قلتها على يعني بالك هذا هو سبابي شوف حومه كي دايره ما يعرفوا باللي العرس ما يعرفوا عندنا ناس براويه وقاعد يسودي ولا مش عقاش شوي يدير عمي السعيد نورمال نورمال اه مولاي السلطان كلشي بالبركه عليك حبيبي اخويا الكوستيم جاك طالياني الله يبارك ان شاء الله ان شاء الله الله راه حطه والله هذا العام نتزوج انا سموني نتزوج خويا حنا ما شدوكش بالبركه عليك على بالنا بلي راك مشغول ربي معاك ها فراها غير البارح يضبح علينا الزواج سهل راح خطب شويه قاطو فاديعه منا دور منا منا تزيد تعرض الناس تجيب طوابل باش تكري كل السلام عليكم عشيهم راك مريح راك متزوج سهل باين فاتحه طوابل عرض الناس كدا راك متزوج واش دير ثاني با نورمال على بالك على تبع معايا حسينو راه نتاع الصاله 40 مليون ولا 45 مليون اه صداق كاش 60 مليون سيدي العشاء والعشاء يتشرطوا انت ما تقول له واش تاكل يقول لك الطعام وكدير له الطعام زيد سقسيه باللحم ولا بالدجاج والله تقول زعما ديروا له بالدجاج يمنشروا اوه ايه لبسه تاع العروسه تاع العريس امها فين شري لها اختها يا ولدي تشري لهم كاع هكذاك ويمنشروا اوه ما نتزوجش كيفاه هي صح وعلا زواج ليلة تدبير عام هي صح زواج ليلة تدبير عام صح قبل ما يخترعوا صالدي فات اسمع نتزوج انا حندخل في حيط يا ودي ديريكت تدخل في حيط نحينك او ما نتزوجش وعلا من بعد كي تزوج دراري وبزاف صوالح ايوه ثاني باين يسقسيك وسيد كيف تزوج غير البارح قاعد يضبح يقولنا ما عنديش يا خو يا خو هو عنده شريكه شريكه وانت شنو؟ ليبرال اسمع وإذا ضمنت انيفيرسال
راك بيان. سيد عنده شريك دراهم ما باش كاع واش يو يو شغل ودو باغي شغل ما شوف والو شويه هكا عندك 50 ما تقدرش دير عسول لازمش تتزوج كاع لازم تكون عندك شريكه باش تتزوج. فلدا جوا بابا تهلي فلدا عمي هاشمي واش فلدا واه ما لقيتهاش عملها جميل هذيك ولاد ديسبارا تلقاها في الطابله عند ميو ما عندها وين تروح عملها جميل عمي هاشمي بنسقسيك داروا لكم فطور شباب في العرس ايه ما مازال ما راحش هذا وراك رايح انا نحوش عليها صح روح تصيبها عند ميو عمي الهاشمي صح صح صحيت عمي الهاشمي صح فطورك منشروا منشروا شوف الهاشمي راح يفطر زعما يتهلاو فيهم فطور شباب بالك قلت لك واحد لهنا ما نجيش نقعد مع ميو يا ما تقلقش يا الحاج كيفاش نتقلق ريح الحاج ريح ما تقلقش في فلا راهي عندي صح الحاج مرحبا بك مرحبا واحد واحد ما نجيش عيط يا الطفل هذه انت اللي تعي داير لي النعناع وقاعد لي مع الشيوخ تقصر اه وي دينا نعناع فيها معنى واش من المعنى؟ باش نزوج خاطرك سليمه الحاج وكي تحوش على المكتوب تحوشه في العرس ايه انا عمي كيفاش المكتوب راه غير هنا يدور الحاج لا انا نشوف راه غير الحاج شوف مليح الحاج انا نشوف انا نشوف يا الحاج عمي الحاج وهكاك تشوف ولو وش تشوف ولو عمي الحاج شوف مليح مش انا نشوف وهكا عمي الحاج دوك انا نشوف وش هكا تشوف انا نشوف انا نشوف مليح عطينا بانديهم معايا أنا تشوف الحاج؟ إيه الحاج تشوف فيا أنا العاج؟ إيه البيتزا العاج؟ عطينا أربعة وبطاطس بزاف الحاج تشوف فيا أنا العاج؟ أربعة قلت لك جدو مكتوبك سعد ومسود معمر هنا بالكريدك ياه صار هكذا تخبي عليه ما تجيش عليها الحاج جدو ليو البيتزا تاعو بنا طير شوفي الحومه قاعد تشري من عنده قلت اربعه ماشي وحده لك وين راه خطك الحاج اي والله صاحي بارك الله فيك صحيتو علمك السلام عليكم السلام الحاج هو كريم وانا عييت شتوش باقي لي بحثات في حياتي بحثهم لي خالتي عيشوش روح اروح 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 وتالي كاع روح جيب الماء جبت لها 18 فردو تاع ما رفدو في موطو تاني عياتني انا تلمو بعتني بزاف وحسيت روحي ندير عرض الازياء في طريق روح ولي روح ولي روح ولي او صح انا اموراني هكا يا انت بكوستي ما كتسوق في موطو قاعد الدور راك تيماجيني كوستيم مامو تاع طوموبيل خشينه تاع موطو روح روح جيب لي الماء عاود ولي وخص الكازوز عاود ولي يا وليدي في وجه ربي انت ناس مليح روح خاص لي الدجاج يعطيكم الصحه على بالنا كثرنا عليكم هذا اخوكم اللي تحطكم يكتب قلت له تزوج وحنا نعاودوا ربي يحفظك بين سقسيك بارك كورتاج مازال ما يروحوا رانا مقلقين خويا كورتاج عنده واحد ما ساعه ملي راح كش نهار دخلتك في حيط ولا كش خطره دخلتك في حيط لا انا ثاني لا وكيف نديروا نقلعوا خلاص سما خالتي عايش واش كملت لنا قال بعيد هكا في باطل علاش با هي تباب العبيد انا غاشي بدا شويه جاجي تاع بعدي عاد ياري ما نحبوهاش حنا انا جبت لكم دجاج اون دي كافي